السلام عليكم أعزائي مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ولقاء جديد من داخل محافظة دمياط. سمعنا كتير عن السبح وأصنافها، الأحجار الكريمة، وإزاي أقدر أقتني حاجة قيمة من غير ما أتعرض لغش، كمان أنواع الأحجار الكريمة اللي بتفضل تصنيعها أو بيفضل يكون موجودة أثناء تصنيع السبح. إحنا هنا في واحدة من الورش الموجودة داخل محافظة دمياط. مساء الخير أبو نور، أهلا بيك معانا في اليوم السابع. قول لي أنت بتعمل إيه؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنا بعمل سبحة مهم الأحجار، يعني حجر الطاقة وحجر عين النمل، دي مطلوبة. دي نهي فيهم بقى الطاقة؟ ده الطاقة، ده طاقة مضيق، وده عين النمل. وده عين النمل، هي اسمها كده. يعني واحدة واحدة. طيب، اتكلمنا عن السبح في وعلاقتها بالأحجار الكريمة. يا ترى التأثير بيكون على الإنسان وهو بيشتغل فعلا مع روحانيات والكلام ده؟ يعني أنا عايز أبدأ معاك اللقاء في الجزئية دي، وبعد كده بقى نتنقل لأصنافهم وإزاي أقدر أفرق بين الأصل والتقليد. بس خلينا نقول الحتة بتاعت الروحانيات دي حقيقة موجودة؟ الحتة بتاعت الروحانيات دي موجودة، بس طبعا التسبيح ممكن بسبحة قيمة وممكن بسبحة عالية وممكن غير سبحة خالص. بس هي الفكرة كلها، أنا مثلا يعني حابب حاجة تبقى معايا قيمة، حاجة لها قيمة، حاجة ذو قيمة. فأي حاجة أنا بستخدمها، مثلا أقول لكم مثلا سبحة، تمام؟ السبحة لما تكون قيمة في التسبيح والزيت تبقى حاجة جميلة جدا. وفي ناس ما بتستخدمش سبحة، أصابعهم. في ناس السبحة عادية جدا، يعني مش تبقى على حسب بقى الإنسان. على حسب الإنسان. لكن هي الأحجار الطبيعية كلها لها فوائد. يعني ليها فوائد. ايه بقى الفوائد اللي ممكن تكون انا هتستفيد منها؟ يعني مثلا في سبحه مثلا اسمها من الكهرمان، بتصنع من الكهرمان، احجار الكهرمان. يعني في سبحه تراب كهرمان، يعني التراب بتاع الكهرمان عامله عدنا ومنسوخ، لا من الكهرمان، من الحجر نفسه. في الحجار بتاعتها او الاحجار اللي بتبقى مصممه في السبحه بيبقى فيها بعض حجر، او على حسب اللي بيصمم بيبقى فيها حشره ميته والكهرمان تقفل عليها، تبقى باينه طبيعيه، تبقى الحته فواحه جدا. كل ما تسخن كده وانت بتسبح كل ما تشم الريحه بتاعت الكهرمان. في السبح من النوع ده موجوده دلوقتي هنا؟ يعني كل ما يعني كل ما تسخن فيه الحته تطلع، حتى لو اي حاجه ثانيه. الكهرمان دلوقتي حاليا مش موجود، بس موجود القرفه. وريها لي بقى، نشوف. دي القرفه. دي كل ما بتسخن الريحه بتطلع فيه. دي حته فواحه. ده مصنوع من خشب القرفه؟ معموله من القرفه. طبيعي. طبيعي. لما تسخن حتى هي حته فواحه من غير ما تسخن في الايد. قول لي بقى الاصناف اللي انا شايفها دي انواعها ايه؟ ازاي افرق بين الطبيعي والتقليد؟ هو بالنسبه للسبح اللي هي ذو قيمه طريقتها بيبقى فيها الفتحتين دول، بس كده؟ تمام؟ السبح العاديه يعني في مثلا كوب مطعم اكترها يبقى كده فتحه واحده كده، هنشوف دي فتحتين، دي ذو قيمه. وطبعا ده هنا بيبقى قليل، ده بيبقى طبيعي، معموله من نوع طبيعي، بيبقى حاجه قيمه. يعني بيبقى فيه طبيعي وبيبقى فيه داخل فيه بعض المصنع. ده كوك طبيعي، ده مطعم. دي فتحه واحده، دي معموله هنا، تمام؟ دي مش معموله هنا في مصر، تمام؟ هنيجي نبص بقى للسبحه القديمه، لان في كتير بيتكلم عن السبحه القديمه والسبحه دي بتوصل كام وكام وحاجات دي، فمن ده ازاي طبعا كانت السبحه دي قديمه ولا لا. دي مثلا مستيكا، تمام؟ الفتحات دي الفتحه دي كبيره، الفتحات دي تلاقيها كبيره. كل ما تكون الفتحه دي كبيره يعني واسعه، كل ما يكون عدى عليها زمن، عمرها قديم. التسبيح بدأت تتحرك، يعني بدأ الفتحة تتاكل. لو اجى حد اصلا يفتحها ويوسعها يعني يدوي على السي قد ما بتبان. بتبقى معروفة، بتبان ان هو فيها فيها غش. دي مثلا سبحة مستيكا. تقدر تقول لي عمر السبحة دي كام تقريبا؟ هو يعني دي قديمة، يعني مثلا تعمل لها كام سنة؟ عمرها يوصل لكام سنة؟ هي الحاجات دي كل ما يبقى قديمة كل ما يبقى ذو قيمة. ذو قيمة في الـ في الـ في الـ
اقتنائها، في اقتنائها، في الاقتناء بتاعها. تمام، دي مثلا ما اقدرش احدد لك بصراحه، بس دي بقى لها زمن، دي بقى لها عمر، عمر كبير يعني. في زيها بقى نزل الايام دي جديد، يعني في شغل زي القديم معمول جديد، وفي شغل تاني معمول ده بيبقى بلاستيك عادي خالص، وفي ناس بتنصب بيه. خلينا بقى نروح لصناعه السبح نفسها. ده اللي هو بيبقى المصنف. ده اللي هو ده منه الوان كتير قوي، اللي بيبقى عادي ده اللي في السوق. ده منه الوان كتير قوي. صناعه السبح في دمياط مش مشهوره قوي، مش كتير اللي بيشتغل فيها. لا ولكن قدرتوا يعني الطائفه اللي بتشتغل في الموضوع ده هنا في دمياط قدرت ان هي تنافس اسواق زي الخليج مثلا. ازاي بقى وصلتوا للمعادله دي؟ احنا دلوقتي مثلا الخليج بقى بياخد من هنا شغل. الخليج بياخد من دمياط تحديدا، بياخد من دمياط، بياخد من القاهره. يعني المصريين قدروا في الصناعه دي يوصلوا لحاجه كويسه. انا في زي ناس محترمه كتير جدا جدا، وفي ناس تانيه برضو زي ما انا قلت لك بتشتغل بطريقه مش حلوه. فاهمني؟ طب انا عايزك بقى تختم معايا اللقاء برساله واضحه لكل اللي بيشوفوك، تقول لهم ايه؟ السبح في منها قديم وفي منها قيم جدا، ويعني في العموم انت كده ولا كده بتسبح، بس لما تسبح بحاجه، يعني انا مثلا واحد من الناس احب اسبح بحاجه ذو قيمه، مع ان هو كده تسبيح وكده تسبيح مفيش فيه كلام، بس انا بحب يكون معايا حاجه او اقتني حاجه عموما، يعني مش شرط سبحه، حاجه ذو قيمه. ان في ناس يقول لك ليه هو السبحه 15000 او 20000 او 30000 او 50000، السبح بتوصل للارقام دي. موجود ليه انت هتسبح بقى تخش بيها